السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أوفدت وزارة الصحة لجنة تفتيشية إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة بعد فاجعة حلت بليلة الأربعاء الخميس الماضية والمتعلقة بوفاة 6 أشخاص دفعة واحدة داخل قسم الإنعاش المخصص لمرضى كورونا. وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة تبحث في أسباب الوفيات التي هزت المركز الاستشفائي، وذلك بعد تناسل الأخبار حول إمكانية وجود تقصير ونفاذ أكسجين في قسم الإنعاش. هذا واستمعت لجنة حسب ذات المصادر إلى مدير المستشفى بالنيابة ومجموعة من العاملين في مصلحة قسم الإنعاش والمصلحة الإدارية وقسم الصيانة، وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرا إلى الوزارة حول الواقعة المؤلمة التي أودت بـ 6 مصابين بفيروس كورونا دفعة واحدة، والتي ينتظر أن تعصف بمسؤولين إقليميين. نشكركم على حسن المتابعة.